أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
يُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في غمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمن شكر فكان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. ومن كفر فلا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن كفر فلا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل ظلمة القبور علينا نورا، وتجعل ضيق الصدور انشراحا وسرورا. ونسأله سبحانه أن يظلنا بظل عرشه حيث لا نرى شمسا ولا زمهريرا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد
المرسل إلى العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قام الليل حتى تورمت قدماه وكان ما تقدم وما تأخر من ذنبه مغفورا أكل ورق الشجر حتى تشققت شفتاه وقال أفلا أكون عبدا شكورا فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تجعل ظلمة القبور علينا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين اكتبنا في هذا الشهر من الفائزين ولنهاره من الصائمين ولليله من القائمين ولا تجعلنا من رحمتك قانطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين اللهم اكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع عنا البلاء بكرامة القرآن واكشف عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين ما نحن فيه اكشف عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين ما نحن فيه سبحانك أنت ملاذنا فبك نلوذ أنت غياثنا فبك نغوث أنت ملاذنا في كل محنة أنت عوننا في كل شدة أنت رجاؤنا في كل كرب أنت عوننا في كل أمر يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن ناداه اكشف عنا وعن أمة الإسلام والمسلمين ما نحن فيه ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم ارفع الوباء والبلاء عن العباد ارفع الوباء والبلاء عن العباد اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد
اللهم أدم علينا استقرارنا، اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ شباب المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين. اللهم اهد البنات والنساء، واجعل الحياء لهن كساء، وقهن الفتن والبلاء، واجعل شعارهن فاطمة الزهراء برحمتك يا سميع الدعاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا سميع الدعاء. يا رب العالمين، قلت حيلتنا فتولنا، عجز الطبيب فداونا، انتشر الفساد فندنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا كاشف الضر عن البائثين، يا أمان الخائفين، ويا ظهر اللاجئين. إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى أنفسنا فنهلك، أم إلى الناس فنكون من المعدمين. إن كانت رحمتك وقفا على المتقين فمن يكون للمذنبين، وإن كنت لا تتقبل إلا من عبادك المحسنين فمن يكون للمسيئين. إلا أنت يا رب العالمين، فارفع الوباء عن المسلمين، فارفع الوباء عن المسلمين، فارفع الوباء عن المسلمين. اللهم إنا نسألك المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، عافنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وبارك في أولادنا، واحفظ أبناءنا، واحفظ بناتنا. اللهم إنا نعوذ بك من ولد يكون علينا سيدا، ومن امرأة تشيبنا قبل المشيب،
واجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وخير أعمالنا عند انتهاء أعمارنا وانقضاء آجالنا فاختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين اختم لنا منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات ويا غافر الذنات ويا من تعفو عن السيئات ارحمنا إذا أتت السكرات وتوالت العبرات واشتدت الحسرات وأطبقت الروعات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات فيا رب الأرض والسماوات اغفر لنا ذنوبنا واسترنا في الحياة وعند الممات نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وإقالة العثرات وتكفير السيئات واحفظ شبابنا وشباب المسلمين من جميع المسكرات والمخدرات واغفر لنا ذنوبنا واسترنا في الحياة وعند الممات اللهم نجح طلابنا اللهم احفظ جنودنا اللهم ارزقنا صلاة في بيوتك وارزقنا حج بيتك العتيق وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاحفظ الإسلام والمسلمين واجمع كلمة المصريين وارفع راية الإسلام خفاقة في كل وقت وحين وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين وعلى قول لا إله إلا الله توفنا وأنت راض عنا يا كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.